صحابي عاملين ايه؟ انا النهارده هقول لكم الحروف القبطيه نطقها واسميها، كمان هقول لكم كلمات عليها. يلا نبدا. ده حرف الالف يا اصحابي، اسمه الف اللي خدناه بيتنطق او ماشي، وعلينا كلمه اسمها راس. افا الفا وفيه وايه ماشي. الحرف ده اسمه فيتا، بيتنطق حاجتين، ف لو جه بعده حرف متحرك، وعلينا كلمة على حرف ده اسمها عين، فال، فيتا وبعديها ألفا وبعديها لولا أو لابلا ماشي. ب بيتنطق ب لو جه بعده أي حاجة تانية غير الحروف المتحركة ماشي. علينا كلمة اسمها سمكة، يعني تاف وبعدها ايه وبعدها تاف وبعدها ايه وبعدها فيتا وبعدها تاف ماشي. ناخد بقى الغمة. غمة بيتنطق جيم او نون او غين، جيم او نون او غين يا اصحابي ماشي. جيم بيتنطق امتى؟ لو جه بعده حرف متحرك للكسر، ارض جي غمه وبعديها ايت ماشي. بيتنطق نون بقى لو جه بعده غمه تاني، هو اصلا غمه، لو جه بعده غمه تاني يبقى هيتنطق نون ماشي. لو جه بعده غمه او كي او او غمه او كبه او كي او اكس ماشي. وعلينا كلمه اسمها انجيلوس، ملاك انجيلوس ماشي. الفا وبعديها غمه مرتين وايه ولولا او لولا واو كثيره وسين ماشي. غين بتنطق غين فيما عدا ذلك، يعني لو جه بعد اي حرف تاني بتنطق غين. علينا كلمه اسمها كتاب، اغرافة غين وعليها جنبة ورو والفا وفي وايت ماشي. يا اصحابي احنا كده خدنا ثلاث حروف، هنراجع بقى يا اصحابي على الحروف اللي احنا خدناها. هناخد 10 منهم، هنراجع على نطقهم واسمهم ايه ماشي. احنا كده خدنا الفا فيتا غم ماشي. هناخد ايه؟ دلتا بتنطق د، ايه بيتنطق ايه ماشي. سو بيتنطق بيستخدم كرقم 6 ماشي. الحرف الرابع زيتا بيتنطق زين. ايتا بيتنطق اي ماشي. ده بيتنطق سه او ت، سه لو جه حرف متحرك للكسر، لو جه بعده اي حاجة قصدي سه لو جه بعده حرف متحرك للكسر، سه لو جه بعده اي حاجة تانية ماشي. ده يوتا بيتنطق ايه، ده كبة بيتنطق كاف ماشي. احنا كده خدنا كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هنكمل بقى ده لفلة بيتنطق لام ماشي. ده مي بيتنطق مي، ده ني بيتنطق نو ماشي يا اصحابي. يبقى كده خدنا 10 حروف، رجعنا 10 حروف. ويا رب تكون الحروف اللي عجبتكم، وهتشوفوني المره الجايه. توحشوني يا اصحابي، باي باي.